بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليكم أيها الأحرار، يا آباء الشهداء وأمهات الشهداء، أيها الأبطال الذين وقفتم هذه الوقفة المباركة على هذه الروضة المباركة، ألا وهي روضة الشهيد العزيز يوسف الموالي. السلام على الشهداء، السلام على الأوفياء السعداء، السلام على الشرفاء، ها نحن. السلام عليك يا شهيدنا الغالي، السلام عليك وعلى روحك وبدنك، السلام على هذه النفس الطاهرة المؤمنة التي وثقت وتيقنت بربها وقدمت ها وقد وتقدمت إلى خالقها وبارئها ليجازيها الجزاء الأوفى. ها نحن يا بني يا يوسف الموالي جالسين أمام روضتك التي هي والله روضة من رياض الجنة، بل قد تكون أفضل من رياض الجنة، لأنها حضنت جسدا طاهرا وروحا عانقت ربها وعرجت إلى السماء. السلام عليك أيها الشهيد السعيد، ها نحن بقرب روضتك، جئنا لنجدد العهد والوفاء، وهذا أقل ما نقدمه لكم لأجل مقامكم ولأجل رتبتكم الرفيعة التي لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جئنا لنجدد العهد، جئناك هنا إلى روضتك لأننا عشقنا دربك وعرفنا مصيرك وعرفنا أن الشهادة لا بر فوق هذا البر. جئنا لأجل أن نجدد العهد ونعشق دربك، ونتمنى أن نوفق لما وفقك الله إليها من هذه الرتبة العالية. السلام عليك أيها الشهيد السعيد، يوم خلقت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا من قبرك إلى قصرك تعانق الحور العين، فهنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة.